ما انتبهتي لهم؟ بلا بلا يسلموا، بس شو المناسبة؟ شو المناسبة؟ ايه هيك حبيت جبلك اياهم، يعني ما في مناسبة حبيبي، يعني هن حلوين بس انا مخرج خرجت قطيع ورايقين. شو بنا؟ طيب خلص ما عاد جبلك، انت انزلي نقي اللي بدك اياه. ايه اوكي، شو كان بدي اقول لك؟ عم فكر كنت اليوم بروح طلع عند امك، شو رايك؟ ايه ممتاز، وخلي مي عندها بهالمال. لا ما بدي، ما ما ماني متعودة، ما بقدر. بلا بلا. ليش حبيبتي؟ طيب ماشي، المساء برجع باخذكم. اوكي لك وين الاسواره؟ لسا امبارح حطيتها هون. اهلا عابد، كيفك حبيبي؟ شلونك؟ الحمد لله رب العالمين. ربي شفنا هي معدتك السريع، قد ايه بتسوى؟ منين جايبها؟ لك هي تبع اختي بدها تبيعها، قد ايه بتسوى؟ يعني بحيطان 200 ألف تقريبا. هلا بس 200؟ 200 مشانك، هي بتبيعها انا ممكن اشتريها ممكن 195. طيب جهزنا يعني جهزنا المصاري دي بس لا. يا اختي وحياة الله ما اخذ شيء، انا اني اسواره ما في اسواره ولا بطيخ. لك حاج تحلف بقى، ما حدا غيرك فات على بيتي، وانا متاكده انك انت يلي اخذتها. لا لا عيب عليكي، انا اخوكي ما بعمل هذا الشيء ابدا. لك عيب عليك انت بس، ماشي يا عابد خليك عم تنكر، واعتبر انه كان عندك اخت وماتت. يا عب شو عليكي، بس ارجع عم يحكي. روحي يلا باي. ايه حبيبتي ايه شو هالحكي هذا؟ عمل لك صاحبي رفيقي، معقول يخورفني؟ مو 200؟ 200 بس. ايه عمري يلا باي باي. خليها معك قطعة حلوة والله، رجعنا عندي المساء بأمن لك 200، ما متوفر معي غير 100 ألف. عيب عليك، هات المية، هات هات خلص المساء نتلاقى. شو هالحكي هذا؟ المساء بعطيك اياهم بعض بيناتنا 100 ألف. حبيب قلبي لكم معدودين على البنك. خلص في سبعة. شو اليوم سهرة؟ لا ما لي مصلحة الله يخليك، ليك بتبون منيح هون، بتعرف كيف سهرة الأوضاع. ايه والله الله معك. لا خلص اليوم نستنى سهرة حلوة، خلينا نشوف شو الله بيسر. هلا بعد الظهر بترجع لعندي بتاخذ المصاري وبنحكي بالقصة. ايه الله معك، مع السلامة عابد.